صالحة قدوري أستاذة وكاتبة ديال جمعية مبادرة لحقوق النساء التي تهتم بالطفلات القاصرات، يعني مناضلة سياسية في الحزب الاشتراكي الموحد. وبالنسبة لتأطير الورشة فهو كان تحت موضوع دور الأحزاب السياسية وكذلك المجتمع المدني في تعزيز وتحفيز والمساهمة في تمكين النساء والشباب في الانخراط في الفعل السياسي. تناولنا موضوع الورشة في 4 محاور أساسية، وقفنا عند مفهوم المشاركة السياسية الذي يبدو ملتبسا، حاولنا أن نحدده بشكل تقريبا دقيق، وكذلك وقفنا عند الأسباب الأساسية التي يعني تقف عائقا أمام هذه المشاركة، والتي تؤدي أيضا إلى عزوف فئة الشباب والنساء في المشاركة خصوصا الحزبية وفي مراكز القرار الحكومة والبرلمان وغير ذلك. توقفنا أيضا عند الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الأحزاب السياسية قبل وأثناء وبعد استحقاقات انتخابية في ضمان استمرارية هذه المشاركة الشبابية والنسائية في مراكز القرار. ختمنا الورشة بأهم الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني بجمعياته كمساند وداعم أساسي لتأطير الشباب والوعي بثقافة حقوق الإنسان التي تجعلهم يقتنعون بالفعل السياسي الذي أصبحوا عازفين عنه، وخصوصا فئات المضطهدة كما قلت الشباب والنساء. وشكرا.